مشاهدينا الأفاضل، مرحبا بكم في أخبار الحادية عشر. والمستهل بأحوال الطقس، حيث أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية عن تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتجاوز ارتفاعها 800 متر. وتخص هذه النشرية التي تمتد من الساعة 3 من صباح اليوم إلى غاية 3 صباحا من يوم غد الأحد، وتخص ولايات البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، برج بوعريريج، قسنطينة، ميلا، جلمة، سوغهراس، أم البواقي، بتنا، خنشلة وتبسة. وهذه الصور من منطقة عالي، منطقة بني ورتيلان، ولاية سطيف، التي اكتست الحلة البيضاء. تطورات الوضعية الوبائية ببلادنا، سجلت 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 97,441 حالة مؤكدة، في حين تمثل للشفاء 65,144 من بينهم 367 تمثلوا أمس للشفاء. كما سجلت أمس 11 وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 2716 وفاة رحمهم الله. فلاحيا، شعبة التمور بالوادي رهان اقتصادي مهم، حيث تحصي الولاية أزيد من 4 ملايين نخلة تنتج ما يقارب 200 نوع من أصناف التمور. نظرا لوفرة المنتوج، أنشئت مؤسسة للتوضيب والتعليب والتخزين تعمل وفق معايير دولية. سمية مزوار تفصل لنا أكثر الموضوع. تمتد واحة النخيل بولاية الوادي على مساحة تناهز 40,000 هكتار، بها أكثر من 4 ملايين نخلة مثمرة تذر ما يقارب 200 نوعا من أصناف التمور، ما جعل الولاية تحتل المرتبة الثانية وطنيا في إنتاجها للتمور بإجمالي يفوق 3 ملايين قنطار. عملية التخزين والتوضيب والتعليب مهمة جدا في شعبة التمور، ونموذج ذلك هذه المؤسسة التي تعمل وفق معايير دولية. بداية نشاط المصنع في سنة 2018-2019 ذات طاقة إنتاجية تفوق 4000 طن سنويا، حابين نوصلوا الفكرة للعالم هذا ونستقطبوا المستثمرين الأجانب ونديروا معاهم تعاون استثماري. يشتغل بالوحدة نحو 200 عامل يحرصون على ضمان مختلف مراحل توضيب التمور لتكون جاهزة للتسويق. عنده 3 ديستيناسيون تمر، يا اما يروح ستوكاج الفريغو مع وقت واحد اخر نعاودو نجبدو، سوا يروح للترياج اللي هي لاصال هذه، سوا يروح ناتوريل يتباع ناتوريلمون على حسب الدومون تاع الكليون. انا ريسبكتي لا تراسابيليتي دو برودوي من لا ريسيبسيون حتى لومبالاج، وما يخرج من هنا البرودوي يكون كونفورم اوز اناليز ميكروبيولوجيك اي فيزيكو شيميك اي اوز اكزيجونس ولا ريغلومونطاسيون الجيريان. قبل كنا نسبة واحدة من الإنسان كنت بطالة، وكي فتحتها الشركة هذه قدمت ملف لي للشركة وقبلوني وجيت نخدم لهنايا والحمد لله يا ربي. شعبة التمور رهان اقتصادي مهم وإحدى البدائل المتاحة للتصدير خارج قطاع المحروقات، لما توفره الدولة من إمكانات وتحفيزات تشجع الفلاح والمنتج على ولوج عالم التسويق الخارجي، وهو ما يعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني. إلى حملات التشجير، حيث قامت جمعية الأمل لحي صواشات بالمقاطعة الإدارية للرويبة بعملية تنظيف وتشجير عن كثب، تنقل لنا الصورة فاطمة الزهراء بن فرج الله. هي سواعد اتحدت من أجل بيئة نظيفة، والبداية من حي صواشات برويبة بالعاصمة. اتصلنا مديرية الغابات، أعطتنا كم هائل من الأشجار نشكرها، والمديرية راهي تعاون فينا بالدعم،
وكان درنا بالتنسيق مع جمعيه نشاطات تهراوة اللي كان رئيس تاعها سكان الحي، وعندنا لجنه فن تاع مبادرات التطوعيه هذه. اختارنا الجمعه باش كل العائلات قاعده، الدراري ما يقراوش، العائلات ما تخدمش، وهذا الحديقه هذه جزء من الحي وجميله، راح تولي جميله احسن. ومن أجل إنجاح هذه المبادرة سخرت الجمعيات ومؤسسات النظافة كل الإمكانات لذلك. جندنا مهندسي النظافة بارك الله فيهم وربي يحفظهم باش نساهموا في نظافة الأحياء ونظافة تاع المحيط، ونساهموا أيضا في حملات التشجير هذه اللي راهم يقوموا بها مع الجمعية. أمي نظفونا في الحي باش يكون نقي، باش ندعو عليه حنايا خبرة، وانا باش ندعو ليها باش كي نكبرون اللي احنا كيما هما. نطلب من سكان الحي الا يرموا الاوساخ في الارض، فلقد تعبت جمعيه شباب الامل في تنظيفها. نظافة المحيط سلوك حضري للحفاظ على الوسط البيئي، وثقافة تكتسبها هذه البراءة لغد أجمل. في الشأن الصحراوي، قصف صباح أمس الجيش الصحراوي بقطاع المحبس 3 قواعد عسكرية تابعة للجيش المغربي، وهي القواعد 21 22 23 من الفيلق 40 مشاة القطاع، بعدما استهدف الجيش المغربي بيوتا لعائلات صحراوية لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية. مفاد التلفزيون الجزائري لقطاع المحبس فوزي أي التعلي نقل لنا صورا حصرية لهذه المعارك التي دامت يومين كاملين. استهدف هذا القصف العشوائي من طرف الجيش الملكي المغربي صباح اليوم بعض البيوت المتواجدة بقطاع المحبس، ومن حسن الحظ لم يخلف الهجوم خسائر بشرية، لأن العائلات الصحراوية التي كانت تتواجد بها رحلت إلى مناطق أخرى بسبب الحرب، مما دفع الجيش الصحراوي بمختلف كتائبه التابعة للناحية العسكرية السادسة للرد بقوة وبعنف، مما أدى إلى قصف 3 قواعد عسكرية مغربية من الفيلق 40 مشاة القطاع. بالنسبة له النقطة اللي هاجمنا أمس انتم بحضرتكم كنتم متواجدين معنا هي جبهة الفيلق 40، وكانت القاعدة 22 والسويت 211، بالإضافة إلى امتس ثم لكذلك القاعدة 23. معركة دامت تقريبا ساعتين، أنا أقول حد قصفي غير أقول في الحقيقة هي معركة متواصلة، تمت متواصلة لمدة ساعتين، ومن بعدين في العشية تواصلت، وفي الليل كيف حضرتوا وشاركتوا معنا فيه تم هجوم، استخدمت فيه جميع الوسائل بما فيها المناطق الخفيفة ضد المغرب، الشيء اللي جعلهم على كل حال صابتهم الارتباك المتين، واللي ردوا من جميع الواجهات عشوائي، واللي قطعناهم في ذيك العملية تكبدوا فيها خسائر كبيرة. ونحن اليوم كالشباب ما ناقلة من ذو الشهادة ولا ناقلة من ذي الإطارات اللي سبقتنا، نحن عاطين روح أرواحنا ومستعدين لحرب التحرير، حرب أجيال. يومين كاملين والقصف لم يتوقف في كل الاتجاهات بين الطرفين، بالقذائف العنقودية، قذائف الهاون ومختلف الصواريخ، مما جعل ساحة الحرب مفتوحة على مصراعيها من المحبس إلى القرقرات. التاريخ 13 نوفمبر إلى يومنا هذا المعارك متواصلة، قصاف، هجمات على طول الجبهة المعادية. طبعا الجبهة المعادية عبارة عن حزام دفاعي متصل طوله 2700 كيلومتر، يمتد من جنوب المغرب إلى المحيط الأطلسي. على طول هذه الجبهة الهجمات والأقصاف متواصلة ليل النهار منذ 13 نوفمبر. مسافة قصيرة تفصلنا عن القاعدة العسكرية رقم 22 من الفيلق 40 مشاة، والتي تعرضت لقصف عنيف من طرف الجيش الصحراوي في حدود 11 صباحا من نهار اليوم، كردة فعل عن 60 صاروخا وقذائف الهاون التي أطلقها الجيش المغربي باتجاههم. الساعة الآن تشير إلى حوالي العاشرة ليلة، والقصف في كل الاتجاهات يحدث هذا في الوقت الذي يحاول الإعلام المغربي أن يتكتم عن هذه
هذه الحرب المفروضة التي ما كانت ستنطلق لو لم تخرق الرباط الاتفاق العسكري رقم 1 واتفاق وقف إطلاق النار. فوزي بالتالي التلفزيون الجزائري قطاع المحبس من الجهة المقابلة للقاعدة العسكرية المغربية رقم 22 من الفيلق 40. هذا وينظم اليوم التلفزيون الجزائري يوما مفتوحا حول القضية الصحراوية بحضور خبراء ودكاترة مختصين في الشأن الدولي والإعلاميين، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية المساندة لقضية الشعب الصحراوي عبر العالم. كما سيسلط اليوم المفتوح الضوء على معاناة الصحراويين في الأراضي المحتلة وانتهاكات المحتل المغربي لحقوق الإنسان والمواثيق والقرارات الدولية، وكذا سياسته المتواصلة لنهب ثرواته الطبيعية. في الشأن الفلسطيني، أصيب فلسطينيان بجروح بينهم طفلة في قصف شنه الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم على قطاع غزة، وقد أدى هذا القصف إلى وقوع أضرار مادية طالت مستشفى الدرة للأطفال ومركز لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومنازل الفلسطينيين، كما تسبب في انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة بالقطاع. في تطورات انتشار فيروس كورونا 19 عبر العالم، وبعد أن أثار المزيد من القلق في بريطانيا، أكدت فرنسا عن اكتشاف أول حالة إصابة جديدة بسلالة جديدة لفيروس كورونا الأسرع انتشارا، والتي ظهرت مؤخرا في بريطانيا، ما دفعها إلى فرض قيود على السفر مع عشرات البلدان. وفي الوقت الذي تعتزم غدا دول الاتحاد الأوروبي بداية التطعيم ضد الفيروس، تسجل المعمورة في 24 ساعة الأخيرة أكثر من 1,740,000 حالة وفاة وأزيد من 79 مليون حالة عدوى. في أخبار الكرة المستديرة، وفي إطار استعداداته لدورة اتحاد شمال إفريقيا المقررة من 15 إلى 26 من شهر جانفي المقبل بالجزائر والمؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2021، يواصل المنتخب الوطني دون 17 عاما تحضيراته بالمركز الفني الوطني سيدي موسى استعدادا لمواجهة نظيره السنغالي غدا بملعب 5 جويلية في انتظار المواجهة الثانية مع نفس المنتخب يوم 29 من الشهر الجاري، فحظ موفق للخضر. في الرياضة، دائما يواجه شباب الوزداد سهرة اليوم نادي غورما هي الكينية بملعب 5 جويليا الأولمبي في إطار الدور التمهيدي الثاني ذهاب من رابطة أبطال إفريقيا، وكله عزيمة وإرادة على تسجيل أحسن نتيجة ممكنة قبل التنقل إلى نيروبي في مواجهة الإياب. حظ موفق لممثل الجزائر في هذه المنافسة. بأخبار كرة القدم نختم أخبارنا مشاهدينا، شكرا على كرم المتابعة، ألقاكم مجددا في تمام 5 بتوقيت الجزائر بحول الله. إلى ذلكم الحين، دمتم بخير.